10 رجل كل وراء صحيحة و15 رجل مش صحيحة، حتى مش صحيحة.
من يدلها على الحلال والحرام، من يدلها على واجب
يدلها على مواقف كل إنجاز آخر، إما وهم العالم الشاشة بالعلم الشاشة. نعم، فإذا ذهب العلم كله بذهاب العالمين من القبيلة أو القرية كما قال ابن مسعود أضمت حياة الأمة، أضمت حياة القبيلة التي كان بها هذان العالمان أو القرية وعمها الجهل. قال عمر بن معامر أحد الصحابة رضي الله عنه: تعلموا قبل الظالمين، قبل ما يجي أصحاب الظن ظننتم، قبل الظالمين، قال ابن خالد يعني الذين يتدينون بالظن، يعني ما عندهم حاجة صحيحة يتكلموا بها، كسحابية كتقول انتم كسحابية، كل سحابية سحابية هذا ولد انت تحب الحضر وتقول هي سحابية، هي تحب الحضر وتقول سحابية، انت تطلق من رجل وراءك وتقول سحابية، انت تربط بين من لا يجوز الربط بينهما بعلاقة شرعية والعلاقة غير شرعية تقول سحابية، أظن كذا. سبحان الله، ذكره البخاري المعلق في باب الفضائل. قال النووي شارح مسلم: معناه تعلم العلم من أهله المحققين الواعين قبل ذهابه ومجيء قوم يتكلمون بالعلم بمثل نفوسهم وظنونهم التي ليس لها مسند شرعي. أيها المسلمون، إن فضل العلماء منصوص عليهم في القرآن والسنة لأنهم هداة الأمة ومعلموها خيرا. ومن ثم أقدم هذا الفضل، أي فضل العلماء، كما ذكره القرآن في لقاء. النقطة الأولى: العلماء ليسوا كغيرهم، بشر صحيح يصيبون ويخطئون صحيح، قد يكونون مستقيمين مع علمهم الشرعي، وقد يكونون منحرفين مع علمهم. نحن لا نمدح كل عالم، كم من عالم ظالم وفاسد لأنه لم ينتفع بعلمه فكيف ينتفع غيره بعلمه، لكن نتحدث عن العلماء الذين يستحق أن يقال عنهم علماء الشريعة وعلماء الشرع وحماة الفرع المستقيمين على دينهم بمحتوى ما يقولون من العلم الشرعي الذي يوجهه نحو الخير يوجب عليه، لا ينبغي أن يكون عليه من الاستقامة من الدعوة إلى الله عز وجل. قلت النقطة الأولى: العلماء ليسوا كغيرهم من الناس، فغيبتهم مثلا أشد من غيبة سواهم، وطاعتهم يجب على الجاهل تقليدهم الذي ما لا علم له، لا عرف كل العلماء العاملين الصالحين، يجب على الجاهل تقليدهم ديانة أي بالشرع، لقوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، الآية التاسعة من سورة الزمر. وهم أي هؤلاء العلماء وهم الصنف الذي تحدثت عنه يقتدى وهم يقتدى بهم إن جمعوا بين العلم والعمل به مع الإخلاص وحسن السلوك وتقوى الله تعالى، هؤلاء هم الذين يقتدى بهم ويقدرون بعلمهم ويثنى عليهم ويقتدى بهم ويقال لهم بالنسبة لابن الله تعالى. النقطة الثانية: العلماء شهداء الله، شرفهم الله بالعلم فقرنهم باسمه واسم ملائكته بصريح القرآن، فقال تعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وهو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ما قرن الله باسمه إلا الملائكة والعلماء، علماء الشرع، لأن العلم حينما يطلق يراد به العلم الشرعي، لأنه هو العلم الذي يدل الناس على ما لهم وما عليهم، يعلم
الناس إليهم كالآباء والأمهات والأبناء والبنات وهكذا. ثم العلماء الشرعي هم الذين يريدون الطريق في الحياة للأمة، كيف تعيش وكيف ينبغي أن تعيش وما المراد من عيشها. هذا لا يأتي إلا من الشرع. وأن يتقبل منا ما قلنا وأن يجعله في صحبتنا جميعا.
الكثير لأخينا شيخ محمد صمد، وأن يحرقنا به بسيدي ولا يردد للمكع عليه. نرجو الله أن يقبل له عمره، وأن يغفر لنا معه، وأن يقبل توباته، ويقبل توباتنا جميعا، وأن يجعلنا على صراط مستقيم حتى نلقاه، إنه على كل شيء قدير. وبالإجابة الجدير أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله رب العالمين. وقال الترمذي حديث كل
حسن قريب صحيح. وعن عباس موهوبا عند ابن عباس فقيه واحد اشد على ابليس من الف عاد كما جاء في كلام مصادر فقيه لانه فعل وتفتي الناس ويستخدم في حياته بالفقه ومعنى بالفقه في الشرع. ولهذا قال فقيه ابن عباس فقيه واحد اشد على ابليس من الف عاد معناه فقيه واحد احسن من الف عاد كما رأي الناس يسأل. رواه الترمذي بن ماجه. ايها الاخوه المؤمنون والاخوات المؤمنات العالم الفقيه في العلوم الشرعيه يعتمد النصوص الشرع في ضبط اقواله وافعاله وتصرفاته فيحل الحلال بالشرع ويحرم الحرام بالشرع ويعبد الله بالشرع ويعطي ويمنع بالشرع انه يعتمد شرع الله في كل شيء. عن سهل بن معاذ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من علم علما فله اجر من عمل به لا ينقص من اجر العامل شيء. في روايه لا ينقص من اجر العامل ما فيهاش شيء. من علم علما فله اجر من عمل به اي ذلك المتعلم الذي تعلم العلم وعمل به هذا المعنى. لا ينقص من اجر العامل اي العالم له اجر له اجر مع من علم. هذا الاجر الذي له مع من علم ومع من يعلم لا ينقص من عمل العامل الذي عمل بالعمل بما تعلم وهذا فضل الله. رواه ابن ماجه وهو حديث حسن كما قال الشيخ الله رحمه الله في الحديث الترغيب في تعلم العلم والعمل به والعالم له اجر العلم واجر العمل به ان العلم انما يتعلم للعمل به فاذا لم يعمل المتعلم بالعلم الذي تعلم كان حجة عليه. وقد جاء في حديث ابي امامه رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ثلاث لم يستخف به ثلاث اذا كان بمعنى خصاصه لم يستخف بها ولا كان بمعنى العاملين او العلماء ثلاثه لم يستخف به ثلاث لم يستخف اقول ثلاثه لم يستخف به لما ذكرها عليكم كتبيا ذلك الا منافق لا يستخف به الا منافق. من هم؟ ذو الشيبه من الاسلام ذاك الانسان زي 10 11 شاب وشاب طفولته شبابه شيخوخته في الاسلام ذو الشيبه من الاسلام شاب في الاسلام لا يستخف به الا منافق لان شيبته في الاسلام طول عمره في الاسلام يوجب احترامه. ذو الشجره في الاسلام وذو العلم وامام مقسط امام المسلمين الامام الكبرى امير المسلمين رئيس المسلمين ملك المسلمين هذا امام العالم حينما يكون راعي العبد في رعيته هذا من جمله هؤلاء الثلاثه لا يستخف بها لما؟ لأن علي لم يحترم ما نبه عليه الإسلام. شد يعمل احترم من أوجب الإسلام كرامة، قدر من قدره الإسلام، فضل من فضله الإسلام، شرف من شرفه الإسلام، وهكذا. إذا لفظ الحديث الفلاني ذكر ثلاثة ذو شجعة في الإسلام وذو علم صاحب علم. المشرع الدرجة الأولى وذو علم نافع بعد ذلك
إجلال الله، تعظيم الله. إن من إجلال الله تعالى إكرام الشيبة المسلم في حال حديث السفر وحال القرآن عن النبي غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. الغالي فيه هو يفسره ويحمله على غير ما يفسره به ولا يحمله عليه الغالي، والجافي عنه هو المنكر بيده ثم يعمل به ومن يدرك فيه نهائيا كانه محل الدار، يعني محل الدار او محل الدار. اعيد، ان من اجلال الله اكرام الشيبه المسلم. ولهذا عند ابن ادم الناس يقولون الشيبه الكبير اعمى رغم انه مشعشع من باب الحداد، مشعشع الحقيقي من الناس اسفل، ولكن يحذر ان يكره العلم يا عم. لا يا عم، تعال يا عم، مرحبا يا عم، من باب الادب. اذا ان من اجلال الله تعالى اكرام الشجره المسلم وحامل القران غير المغالي فيه ولا الجاهل عنه واكرام السلطان المبصر للقسط لعبده. رواه ابو داود وهو حديث حسن. وعن عباده رضي الله عنه عباده بن صالح الصحابي المشهور قال قال صلى الله عليه وسلم ليس من امتي ليس من امتي، مش معناه انه خرج من الاسلام، لا، اي ليس من امتي الذين هم على سنني على طريقتي، ليس من امتي من لم يشد كبيرنا كقولهم ان الشيخ ليس منهم، مش معنى انه مش مسلم، لا، ليس على طريقنا، ليس على سنتنا، ليس على ديننا، ليس من امتي من لم يشد كبيرنا اجلال الحرام ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قبره. رواه الامام احمد وهو حديث صحيح لغيره، له شواهد، لان فيه رجل يقال له حج بن هانئ فدخل اليه. وهناك حديث هو ضعيف لكن اذكره لمعانيه الصحيحه، والا من حيث سنده هو ضعيف ومعروف مشهور انه ضعيف، وان حاول البعض تحسينه. عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحمل هذا العلم من كل حلف عدول، من كل حلف عدول، أشياء عدول ينفون عنه تحريف الغالي المغالين في العلم، ينفون عنه تحريف الغالي في العلم الشرعي يوظفوه توظيف سيسي، وانتحال المنطقين وتأويل الجاهلين. رواه معاذ بن الدارقطني وابو نعيم عن اسناده او في اسانده في اسانده ضعف، وان جذب على ذلك باسمه لتعدد طرقه. ومع هذا استنبط منه ابن القيم بعض الامور. قال ابن القيم: هذا يتضمن تعديلا صلى الله عليه وسلم لحمله العلم، يعدله يعني العداله التي لها لحمله العلم الذي بعث به، فكل من حمل العلم المشار اليه لا بد وان يكون عنه. ايها الاخوه، الكلام في هذا طويل، وما اردت ان اطيل فيه، وانما اردت التذكير بشيئين: تذكير بخساره الامه بوفاه احد علمائها، والتذكير بفضل هؤلاء الذين قد خسرهم الأمة بوفاتهم، والتذكير بشرف العلم، وأعني به درجة من أولى العلم الشرع، لأصل إلى شيء واحد، وهو عليكم أيها المسلمون جميعا وأيتها المسلمات
لعلمه، لأنهم مصابيح الأمة في حياتها يضيئون دموع الحياة الأمة. فلو فرضنا نحن في هذا مات أحد العلماء، كان واحد ترجع إليه الأمة في قضاياها الصغيرة والكبيرة، تستشيره تستفتيه تتعلم منه، فإذا به توفاه الله، فما حال الحي؟ أين يذهب؟ من يستشيره؟ على علاج من يتعلم؟ من يستشيره؟ من يعلمه مع الله؟ من يذكره من الشر؟ من يراقبه في الخير؟ وهذا كهذه المصابيح المعلقة إذا ما انقطعت أو تكسرت مع وجود الضوء مع وجود الكهرباء، لكن الزجاجات التي تنقله ويظهر فيها الضوء انكسرت غير صحيح. وجود الضوء مع عدم الانتفاع به، لأن الزجاجات التي تنقله المصابيح التي تنقله والتي تشرف على الناس غير صحيح غير صالحة للاستعمال. كوجود العالم في حياة الأمة والأمة زاهدة في الخير، لا تسأله، لا تتعلم منه، لا تستشيره، لا تقدم إلى كلامه، وخاصة جيرانه. أزهد الناس في العالم أو في الصالح جيرانه. على أن كثير من العالم نفسه الحكم الحساس يطبق الكراهيه ويكتب عليه ولا سيما لعله بذات ذات شريك ويبعد عن الناس كان يبتعد على اولاده وكان يعلم يعلم اولاده. يا ذات المعتور تشجيك اولادك، تعلم انت واستفيد انت وانشر انت وخليه يتحمل مسؤوليته مع اولاده وخلي اولاده يتحمل مسؤوليته مع المسؤوليه. ليش تحمل راسك انت؟ وهذا هذا واضح أرجو الله عز وجل يفتح بصائرنا جميعا وينور صدورنا ويغفر ذنوبنا جميعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا نخاف من أحد شيء، يقين جدًا من أحد شيء. وفي كل أمر ذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقضى الله الحق حقا في الدنيا من بطن بعض الناس وشيء. وفي كل خير ما عليه وأصل صلاة وحياة وأن الله أصلح سبيلنا، أصلح حالنا، أصلح أحوالنا، أصلح أرواحنا، أصلح أولادنا، وأصلح أولادنا وأولادنا جميعا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق. اللهم وحد كلمة المسلمين على دينك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين ومن على اعتدائهم يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه واهل الباطل والباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اغفر اللهم رب المسلمين اجمعين وعلى حاجتهم. لقد ادى الربع الى الدرس ان شاء الله وسيكون ان شاء الله ايضا خطوه اخرى في الموضوع.